لقاء استاد النهيان، هو مسرح لاحداث هذه المواجهه، وهي الزياره طبعا الاولى في المعسكر الاول بالنسبه لنادي الزمالك. بعد هذا المعسكر هيكون هناك معسكر اخر في فتره تدريبيه وفتره ايضا يعني دوليه، محاولتين على طول بالنسبه للوحده القطيره. جول يا ولد يا ولد، يسجل نادي الوحده اول هدف في اللقاء، يسجل الوحده اول هدف في اللقاء، هدف روعه، هدف روعه يسجل الفريق الوحداوي. اذا الوحده يسجل اول هدف في اللقاء، هدف جميل 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 يسجل باقدام يساريه للاعب منصور المنهالي. اذا المنهالي يسجل هدف جميل لصالح العنابي، العنابي يتقدم باول اهداف المباراه، اذا يتقدم العنابي باول اهداف المباراه، هدف حلو، هدف ملعوب، وهدف يسجل بالقدم اليسرى. شوف هنا على طول الضغط، هدف مبكر جدا هيحل المباراه، الكره طالعه على طول، لكن خطا هنا في خروج الكره بالراس طبعا من اللاعب حمزه المدودي. هذه الكوره وادي التصويبه، وعلى يسار حارس المرمى يسجل العنابي اول هدف في اللقاء بقميص طبعا رقم 20 اللاعب البديل لدى الشوط الثاني. هدف حلو، هدف ملعوب، هدف الحقيقه ليه يعني دلاله كبيره مع شوط المباراه الثاني، ان احنا نستمتع ان شاء الله بمباراه جميله تليق ما بين فريق نادي الوحده الاماراتي النادي الكبير. الهدف ادى ثقه، محاوله تصويبه خطيره الثاني عالمي، يا الله مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، هدف عالمي جميل باكايف. اذا باكايف يسجل هدف رهيب 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 في نادي الزمالك، باكايف يسجل تصويبه قويه، فرقه كبيره فرقه كبيره، فريق نادي الوحده يسجل هدف ثاني، يسجل هدف بالقدم اليسرى باكايف. اذا باكايف يسجل، باكايف هدف حلو جميل جميل جميل، صعبه صعبه على حارس المرمى محمد عواد، الكره في المقص اليمين رهيبه وعجيبه وجميله لصالح نادي الوحده في شوط المباراه الثاني. سلطان عبد الرزاق والهدف الثاني لو احتسب هيصعب المباراه على الزمالك. شوف الكره، شوف لحظه لعب الكره هنا، هذه انطلاقه لحد الان مفيش تسلل مفيش مشاكل، يخلص يلعب يباصي يحضر، وادي محاوله والتصويبه، شوف الكره قنبله والتسديده، هدف اعتقد مفيش فيه اي مشاكل، هنشوف هدف مفيش فيه اي مشاكل اطلاقا. ادي التصويبه وادي الكره، مش لعيب في التسلل، عمل حجب رؤيه للاعب محمد عواد، كره لبست بوجه القدم راحت ايه صاروخ، راحت صاروخ بالنسبه لنادي الوحده، يسجل الهدف الثاني بالنسبه لفريق نادي الوحده في هذا المساء، يسجل الهدف الثاني للوحده في هذا، يعني هدف ثاني عالمي جميل بصراحه، هدف الثاني اللي تم تسجيله، هدف كان صعب خطيره جدا، يا الله مش ممكن الثالث، مش ممكن الثالث، احمد نور الله، احمد نور الله يسجل هدف ثالث للعنابي لنادي الوحده، يسجل ثلاثيه، نتيجه غير متوقعه اطلاقا، نتيجه في الهاف تايم الثاني، عطفا على اداء ممتاز بالنسبه للعنابي، عطفا على اداء ممتاز بالنسبه للعنابي، الهدف الثالث، الثالث لنادي الوحده، الثالث لنادي الوحده، يسجل هدف ثالث ممتاز احمد نور الله، احمد نور الله من قبل حارس المرمى، ودي خرج شيكابالا، خرج شيكابالا، والهدف الثالث في مرمى نادي الزمالك، الثالث في مرمى نادي الزمالك، تمركز دفاعي سيء جدا من دفاعات الزمالك، كرة شق العوبة ازاي؟ غريبة جدا، غريبة جدا، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، خطأ كارثي من اللاعب الونش، خطأ كارثي من الونش، يرجع الكرة ويتوقع أحمد نور الله، لعيب كبير جدا جدا، قلت لك عليه هو ولاعب ألم مركز، اللعيبة في منتهى الخطورة، بكيف ليه دور كبير جدا، واللاعب أفتانتل ليه دور كبير جدا، والوحدة يعمل شوط عظيم في الشوط الثاني، يسجل شوط ثاني عظيم عظيم عظيم، يسجل هدفه الثالث في مرمى نادي الزمالك. فرقتين طبعا يعني يهمونا ويعزوا علينا، لكن احنا بنحاول طبعا ننقل الصوره لجزاء للزمالك. 3-1، خلي الوقت المتبقي ناري. ركله جزاء زملكاويه، ركله جزاء زملكاويه، والتصويب الهدف. الهدف على طول رؤى يسجل هدف اول للزمالك. هدف اول للزمالك من ركله جزاء. في الدقيقة 86 من عمر المباراة. في الدقيقة 86 من عمر اللقاء محمد رؤى يسجل هدف أول للزمالك، يقرب الفارق، والجمهور يعني لسان حاله يعني واضح تماما من تعبيرات إيديهم. شوف الكورة تصويبة قوية وركلة جزاء حاطط فيها